فاميليا، مرحبا بكم في فلوق جديد. اش هاد الزابخ شتيني؟ المهم خوتي، بحال ما كتشوفوا راه كنجمع الباكتاج ديالي. جاوني قبيتيان خوتي، جاوني دوك العسكر ولا ما عرف سيكيريتي اللي كيدور على الغابه، شافوا لاطون ديالي هما يجوني قالوا لي واش بونجور ميسيو بونجور تاك تاك. قال لي واش كترقد هنا؟ قلت له لا نو، ما كنرقد انا هنا. واش قلت له؟ واش بغيت ندوز النهار؟ قال لي بغيت ندوز النهار. مي الفوق قال لي ديمونتي لاطون، خاصك تجمع لاطون. قال لي تحيدها. قلت له دابا نحيدها. يلا شربت قهوه على الصباح. ايوا خوتي، نورمالمون اليوم مثلا بغيت ندير لكم فلوغ، غنمشي لموناكو. مي موناكو امبوسيبل دير معاك هاد الباكتاج. موناكو الضربي غيوقف عليك المخزن ديريكت، بقا يبقشيش لك فهادشي لان واحد الدوله مزيره سي لا ميغ. دابا تي المشكله ما عرفت فين غادي، راه كنت شفت حنسير المره اللي فاتت ما لقيت فين غادي ندير هاد المصيبه هذا. مي كاين واحد الكوان وسط الغابه لداخل، بان لي في الصباح واحد الكرياج، ما نعرف واش نخزن داكشي حتى الليل ونبني لا طون ديالي، من بعد صافي نسالي الفيلم ديالي نتحرك. المهم هادشي اللي غادي ندير واقيلا، غادي نجمع هادشي، غادي نمشي نخزنو، غنمشي ندير نكمل لكم خوتي فلوق. بحال ما قلت لكم موناكو، كيقول لي واحد العقل مالك كاميرا لا تكرفيس، تهز الباكتاج هبط لباري ديريكت، مالك دابا التران لاكار حداك. ولكن كنفكر دائما واخا يجوك ديما لي زوك بستاكل، مي ما خاصك ديباسي، واخا يجي بحال هكا تعنكي عندك داك البلا اللي قديت براسي، خاصني نمشي لموناكو، خاصني نمشي لموناكو ان شاء الله. المهم غنمشي نحط هادشي نبدل لباسي ان شاء الله ما يقلبوا دوره. قالوا لي نقلبوا دوره، لقاك حيدتي من هنا ونتقاشوا. جبت واحد كربي اخوتي فالطلعه هادي، تفكر دوك الايامات ديال الكدي ولا عمي كتزلق من الفوق ما كتفرعني حتى لتحت. المهم شفتوا هادشي اخوتي، ندخل من هنا تيان نمشي نلوت شي كوان والتحربين معمهم في اوروبا. بسم الله. اوبس ايوا دابا نشوفوا شي كوان هو اللي خاصنا في هذيك الكديه يا ولد عمي. خوتي جي تروفي ان بون كوان، داكشي ديال الحجاره كيف. الله الله الله، كرت ما كتبي. ايوا دابا اش غندير؟ دابا خاصني نحط الشكاره ديالي هون، خليها حتى الليل ونرجع لها. الله خوتي الله، تسطينا معاهم في اوروبا. تخيلوا معايا طلعت من واحد الكديو، هبطت من الزر ديال الثاني، هبطت في واحد المدينه ثانيه صغيره. دابا راه ضربت واحد كيلومتر باش نشد، باش نمشي ترامواي، نمشي ترامواي باش نشد ترامواي جيسكا لاكار ديال نيس، باش نمشي ان شاء الله موناكو. المهم خوتي قبيت راه متخربق وسط الترام، مشيت لواحد الغند غلط باش نمشي للسونتر فيل باش نمشي لاكار. يا بخي لقينا مسكينه واحد العزوز بوفريه في الترام، سافروا لها مسكينه بستان ديالها في لاكار، كلشي قالت كتبكي صدقات هبطت باش تعيط للبوليس هادشي. نيس 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 امي. خوتي انا ما صورت بغيتي نمشي تقصيت في ماكدو. هو دراك اش خوتي، راه قربت من لاكار بسم الله. هاد الكوانات خوتي تفكرت الايام، الايام فاش هبطت، الليله فاش هبطت من ايطاليا، فاش دخلت من ايطاليا لنيس هبطت في هاد لاكار. وهاد الكوانات فاش شديت لوطيل، شديت لوطيل في اللور، الله يلا في اللور ديال هاد الباطيمه كاين لوطيل فما تيان. اي شي واحد تحنسر دخل من ايطاليا اون فاس ديال لاكار يجي يسول هنا شي كاين واحد لوطيلات. المهم غيطلب منك لا بيزبون سي لا والو، هذا مكان. المهم فاميلي دابا راه طلعت التران اللي ماشي لموناكو، واش ديت واحد بي موناكو قاعد يفهم زير، خاصك تشري البي ما كاينش لا. المهم خاصك تعرف ان نيس وموناكو راه ملاصقين تقريبا 25 مينوت رانا في موناكو. واش مكتاش في واحد موناكو واخا شحال ما قال لي راه ما في ما كاين ما تشوف فما، ما حناش خاسرين. واش جينا حتى لحدا موناكو نشوف، والله حتى نمشيو سيدي. اول حاجه تلاقيت معاه ما طلعت مع الخروج مول البوليس، تلاقيت معاه قد كيشوفوا فيا حتى شي واحد شي بعد الدخله. البوليس ديالو ماشي بحال ديال لافرونس، هذا عندهم واحد اللبسه بشكل انيق، داكشي مستيكي ماشي بحال ديال لافرونس ولا ديال ناسيونال. وكاين في واحد الفيو كيبان لكم يا سلام. المهم نمشيو نكتشفوا موناكو، ماني عارف فين نمشي، مي تنكيت با مع عمر، ما كاين غير عفاض نعفطوا على هاد موناكو في ساعتين نخلطوا مو ان شاء الله. المهم خويا الصباح كنقلب على السونتر فيل، هو كنقلب غير كيفاش نقض من هاد العجبه، عرفتي انا فين كاين الفوق، باش بان لي واحد السنسور كاين تا لهيه كيهبط لتحت.
باش نمشي للود على السونتر فيل واللود على البحر ديالهم فينا هو باسكو قلبت في الانترنت خوتي ما بانت لي حتى شي كوشطة عندهم. كان واحد الكوشطة بعيدة لامبوسيبل واقيلا نمشي لها على كراعية. المهم راح مازلنا كنبقش ومزلتها في بلاصتي بغيت نهبط من هاد العجب اللي فيها. نشوف شوف شاد الشحنة بالله وبالشرع قسما بالله خوتي ما عرفت نمرق من هاد الكوان. درت زيرو باش نهبط قلت انا نهبط لتحت في 1 2 والله اش داكشي وصدق لقيت راسي هبطت واحد الدرجه ما عرفت بحال شنو نمرق من هاد والمرقه هما الجبل اللي فيها عند المرقه هما كراعيه هي راه تفاريها نمشي واقيلا لهاد الجهه. المهم خوتي لقيت غير واحد الفل هو اللي صراحه وراني بحال اش نهبط ما جوبونس با واش كنت غادي نهبط من الفوق ومشى معايا مسكين تا هبطني لتحت عندهم هادشي مبني في الكدي خوتي وشرح لي واحد البلان زوين قال لي ان كاع الناس هنا في الطبقه المتوسطه ديالهم ما كيتقداوش لي كورس من موناكو كيمشيو يهبطوا لايطاليا لان هذيك فانتيمير راه حداهم هنا ايتيان تقريبا واحد 5 كيلومتر ميم با كيتقداو من ايطاليا وكيرجعوا باسكو هنا ايتيان راه كلشي غالي خوتي والسم سامعو. اوه احنا صراحه كيبان لي والله الا سي لا شنقول لكم ما كاين ميتش بصراحه في موناكو لحد الان درت ماشي شي حاجه اللي غادي شي حاجه اللي فهمتي انت غير سولي تبغي تصورها ما مزنا غادي نكتشفوا قدام وشوف wasting here waiting for another year we both know this خريادي الضحك جبت طلع البيس بغيت نسلت فيه بما طلع كتباني ود عمي خاصك طلعها مع طلعت كيبانوا لي الكونترول ديالهم داير بحال داير بحال جدرمين ديال ديال المغرب دايرين دوك الكاسكات بحال مع طلعتي ود عمي يلاه بيكونترولوني انا مع طلعت هبط من الباب الوراني ديريكت اش فيا ودي فين ماشي بالسلامه مع طالع احنا بالله ايماجيني كنتخيلو كنت جبت معايا داك غوس باكتاج ديال مو كنضرب به هنا شي هنا كاين غير الكدي خوتي غير الطلعات هو ما كاينش ما كاين طلع يا ولد عمي المهم خوت هذا هو تقريبا السونتر فيل اللي عندهم هذا الكازينو الكازينو ديالهم هذا واحد الكازينو مشهور في موناكو هو اشهر واحد تقريبا ايوا هذا مكان غادي ماشي نقول لكم غادي يا ودي ما فيها ما يتشاف داكشي حامض والله الصراحه حامض كيبان ولا هذوك الشراف وجو ماسك اوكي والماسك في الزنقه يا عمي خاصك دير ما عمرش شفت شي دولة عندهم البوليس كثر من بنادم ما كتمشي كتلقى بوليس كيقول لك دير الماسك هنا كوميسارية وثاني يا ربي السلام انا خوتي نمشي نلود على واحد الكوشطة كيبان لي فيها البحر يلاه نمشي نلود لها باش نضربها بشي عومة ونبرد على راسي سيميو باسكو تقولب في هذا المشي ديال موناكو غيانا في غيسي والله المهم خوتي اخيرا وصلت لابلاج ديالهم تصوروا معايا موناكو كتسمع موناكو ما موناكو كتقول عندهم شي بحر قد قد تصور معايا عندهم هاد شي كوشطه هذيك كتبان لكم ورايا هذا هو البحر اللي عندهم كنتكلم على الكوشطه فهمتي اللي بنادم بغيت بحر ماشي البحر اللي دايرين بها موناكو كامله بحر مي لابلاج عندهم واحد البيتي بلاج مي عمر هادي عم سامي ضربت هاد الطواله كامله وشكيت عن موناكو ما بقاشني يا وجهي شفناها خصني نعوم فيه عمت في مارسو عمت في كاسي كان نيس وما نعوم في موناكو ودابا شرب الله خوت الناس عندهم الرمله في البحر ديالهم هذا عندهم الكاياس مشكله ما جبت الشورت باش نعوم بيه انا عم بسليب وما كنحمش نعوم بسليب مي غنعوم فاصون غنعوم ان شاء الله
المهم خوت انا راه ضررت معاهم عجبت التليفون باش نوريكم كيفاش الديكوراسيون من الداخل. واخوت اقسم بالله لتحت الفوندو ديالو غطس كنجبد الكاياس كاياس والله الا الكاياس هاد الحرام قادين وحنا قلت الفارسين هاي وصافي. ولكن الديكور صراحه زوين. احسن شي حاجه نقدر نقولوها هو ان الديكور هنايا زوين ديال هاد البحر. ملي تبغي تمشي لريسيا واحد اللعيبه بحال بيسين شفتوها ما كنصفر عليا واحد قال لي تم انتيرد وانا انا ما قشعت الصراحه هذيك اللعيبه ديال انتيردي. المهم احسن شي حاجه درنا هي تبحرنا جو حامي خوتي الماء بحال راك في لابيسين اقسم بالله الماء زوين ولكن موسخ واحد شوي. المهم حسن فم الواد. المهم ياس والكلام على عومه هنا الحياه. المهم مشيت لست البلايص عند باباهم كاملين الحمد لله ودوز الحمد لله واحد تريب زوين اللي الحمد لله صدق لي هو هذاك داكشي اللي خطط له صدق تخونكي الحمد لله. ومازال ان شاء الله غادي ندير شي تريب ثاني ان شاء الله في الثلج واحسن عومه بالعرب. المهم خوتي الله تشلت في اللعيبه سبحان الله. شوف تنزقت في كلشي ما فرقت حتى شي حاجه في التريب جبت البرا والخيط الكوله كلشي ولكن حتى شي حاجه تحمرت تحمرت فما جبتها يا الفوطة فوطة ما جبتهاش اخوتي فوطة كاع ما جبتها معايا في التريب جبت واحد الفايطه صغيره ديال الوجه صافي. المهم خوتي تقريبا هذا ما كان في هذا الفيديو باسكو بحال ما قلت لكم موناكو فهمتي ما ماشي شي فريمون ماشي شي مدينه اللي تستحق انك تجي لها ميم واخا نكون عندي كاع الفلوس تكون عندك الفلوس بان لي انا على حساب ما شفت بان لي ما فهمتش ماشي شي حاجه انتريسون اللي غادي تجي تزقل فيها الفلوس واخا انا شي راه داكشي غالي ديال المعقول مي صراحه ماشي شي مدينه سياحيه اللي تستاهل انك تجيها احسن منها نيس ب 1000 درجه وكان ومغسى اودي. المهم ما علينا حنا ما خسرنا والو جينا شفنا داكشي بعينينا ما خسرنا والو الحمد لله. المهم تقريبا هذا ما كان اخوتي في هذا الفيديو باسكو ما صراحه مليت من جاني قنطونتي صراحه جاني شي حامض صراحه باش نرجع اخوتي لنيس باش غدا ان شاء الله نرجع لباري صافي سالي التريب ديالي مشيت في ست شنو نقول لكم ست دول ست المدن اكتشفت بزاف ديال المسائل الحمد لله داز تريب زوين. المهم كانوا في بزاف المشاكل لي زوبستاكل مي الحمد لله بحال ما كتعرفوا عمر ما كينار دوز دوز. وما تنساوش خوتي هذا هو الانستغرام ديالي ولا تفرجتي في هذه السيريا كامله ما تنساش تاقيني في الانستغرام بارطاجي مع صحابك ان شاء الله نبقى ديما نديروا لكم بحال التريبي اللي عجبكم نبارطاج معكم ديما الجديد ان شاء الله. بيس اوت. نعيشوا من اجل الباقه.